كباتن بيتكلموا عن ميدو نبيل ورأفت خليل ويوسف شريف، وبنسلط الضوء على المواهب، برضو بنسلط الضوء على التحكيم. احنا جايين هنا في استاد الاشبال علشان نبني القاعده، قاعده لاعبين ومدربين واداريين واجهزه طبيه وايضا تحكيم، اللي هو عنصر مهم واساسي في المنظومه الرياضيه. النهارده يعني هنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس اللي عنده شغل كتير النهارده. منور يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا نجمك الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عرفي. مبروك النادي الاهلي على النتيجه، وهارد لك لنادي الداخليه. شباب زي ما حضرتك قلت قبل كده، واحنا قلنا كابتن ان النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي هي واخده السبق فيه. في ايه؟ في تطوير اداء الحكام، في شرح تعديلات القانون، وزي ما قلت احنا مش موجودين هنا كابتن حشيش عشان خاطر نجيب اخطاء تحكيميه للحكم، ولكن احنا هنا عشان نطور من اداء الحكم. وايضا القناه النهارده اكيد النهارده الناس كلها هتشوف وهتتابع حاله من الحالات المهمه عندنا النهارده، حاله يعني كل الناس هتتكلم عليها، صعبه جدا 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 على حكم المباراه وعلى لجنه الحكام. لا لازم نقف وقفه يا كابتن اسامه النهارده. في هدف جه للاسف الشديد طبعا، يعني ما حدش متخيل الهدف ده جه ازاي وازاي اتحسب. طبعا هيجي الهدف وهنشرح فيه بالقانون ماده 8، ولكن اللي احنا عاوزين نقوله يعني النهارده يجب ان احنا يكون في وقفه مهمه من لجنه الحكام مع الحكام. مفيش حكم يطلع يدير مباراه في بطوله زي ديت الا لما يكون متاكد ان هو على علم كافي من القانون ومن الحالات اللي هي تطبق داخل ميدان. ولازم يكون في متابعه ايضا من لجنه التحكيم علشان نبدا نعد كوادر وحكام جدد للكره المصريه. عندنا النهارده طاقم التحكيم هو كله من منطقه القاهره كابتن اسامه. اقول لاسماء لحضرتك. اتفضل. حكم الساحة كابتن محمد خالد عبد الفتاح 25 سنة، مساعد أول ممدوح موسى، مساعد ثاني أحمد عادل عبد الفتاح، كل واحد فيهم 27 سنة. ده طاقم تحكيم اليوم. طاقم تحكيم من منطقة القاهرة.